وسيتم اعلان عن الانتصار بشكل كلي. احنا كنقدروا الوضعيه اللي توقع فيها خصوصا الاوضاع الاجتماعيه اللي كتمروا بها، ولكن ما بيدنا حيله. هذا الشيء راه في سائل العالم ماشي في المغرب وصافي. هذه القرارات راه اتخذت في دول قويه، دول عظيمه اتخذت القرارات، راه تمنعت الحفلات ديال راس السنه في جميع بلدان العالم، وحنا منهم. خصنا نكونوا شويه صبورين ونكونوا شويه ملتزمين مع بعضياتنا. راه الانتصار غادي يكون قريب ان شاء الله، راه بمجرد ما ينطلق التلقيح بمجرد ما ينطلق التلقيح تكون ان شاء الله تما بوادر الامل وبوادر القضاء على هذا الفيروس، وتولي ان شاء الله الحياه الطبيعيه ونمارسوا الحياه ديالنا كيف كنا كنعيشوها قبل هذا الوباء هذا. واللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء في اقرب الوقت ان شاء الله. والتحيه لكم والله المستعان.